22 ومره واحده العربيه راحت العجله في الباب، واول ما الحجر في الباب راحت مقلوبه. لا بقى، لا بقى، انما للصبر حدود. قلت لي تعالى اقف معايا وهو بيكلمني عشان ما يحصلش مشاكل، جيت معاك. موقفني طبق ساتلايت في اسكندريه والساحل الشمالي شايفني. قلت وماله؟ يا بخت من وفق راسين في الحلال وربنا يستر على ولايانا، انما بالشكل ده انتوا ناقصتكم خدتين ولحاف. فاروق وافق اتجوزني يا محمود. شيخ هتلاقي لي هيتجوزك بالجزمه، ده انت اللي هتتجوزيه. هيتجوزني بكره. بكره؟ يا ما شاء الله. ولحقت تقنع اهلك ان شاء الله؟ لا، ما هو مش هيقول لاهله دلوقتي. امال امتى؟ في اسبوع ابنكم؟ انتوا مش عارفين، انا لو فتحتهم دلوقتي في موضوع الجواز هيرفضوا. وش انا لسه في الجامعه، وبعدين لو قلت لهم انا عايز اتجوز هيقولوا لي ما عندك بنات العيله اولى بيك، ساعتها اخش انا بقى في قصص وحكايات قديمه انا في غنى عنها. والله عندك حق يا روق، امال هتقنع اهلك ازاي انك تتجوزها بكره؟ هيتجوز عرفي لغايه ما يتخرج. عرفي؟ نعم يا اختي. اتهبلت يا بنت يا ابن الكال. لا يا ده انت حطيتها في دماغك بقى. انت ايه يا شيطان؟ بس مفيش شيطان قصير كده. مين صاحب الفكره دي يالا؟ سيبه لو سمحت يا محمود. انا مش فاهم ايه اللي مدخلك ما بيننا؟ الست دي بكره هتبقى مراتي وهي مش قاصر. اطلع انت منها بقى. ها؟ ساكته ليه يا بنت الناس؟ اه يا بنت الك. لو على ايه؟ ده انا كل اللي مصبرني عليك ابوكي، بس لو فاهمه ان انا هسكت على الكلام ده تبقي غلطانه. لو نطقت بكلمه هتقول له ان انت ابتزيتها وخرجت معاها والراجل اللي شافكوا اللي في الورشه شاهد عليكوا وهي حكيت لي على كل حاجه، ساعتها ابوها هيشاهد الراجل اللي شافكوا وهتبقى انت في الشارع يا نجم. والله العظيم يا حلاوتكم انتوا الاثنين. قالوا انا اللي فاكركم قاعدين بتتكلموا في توضيب شقه الزوجيه، هنحط السفره ورا باب الشقه، طب الكرانيش لونها ايه؟ اداريكم بتتفقوا عليا. طب وحياه امك؟ لا هكون بكره رايح لابوكي وحكي له على كل اللي حاصل، ولو على الشغلانه تولع الشغلانه اللي توقفني اريال، ادي اخره الجدعانه. لا يا محمود، هم ما يقصدش، انا عارفه انك جدع والله، ما يردكش ان ابويا يقتلني. مين اللي قال لك؟ ده انا نفسي ابوكي يقتلك ويولع فيكم انتوا الاثنين بجاز وسخ، وهتشوفي بكره يا سلوى. اما انت بقى حلو فده عربون محبه لحد ما اشوفك بكره. ايه؟ يا الحكايه هتقف على كده ولا هيفضلوا حاطيننا في دماغهم؟ دماغهم؟ هم دول عندهم دماغ يا جدع. انت شايف بيصوروا بالموبايل في عز الضلمه. دلوقتي هم يفرحوا ويحسوا انهم انتصروا الانتصار المبين، وماله؟ احنا بقى نهدى شويه ونرجع للشغل القديم. الحلال في بركه كامل، ولا نسيت؟ لا ما نسيتش، ربنا يقوي ايمانك. قول كم شهر وينسوا. نطلع احنا اللي تحت البلاطه، نجيب شويه بضاعه نشتغل فيهم كده على الهادي لحد ما نقع على مصدر نجيب منه البضاعه اللي احنا عايزينها، وربنا يبارك لنا في الند، بعدنا عن اي حد وما حوجناش لاي حد. بس انا خايف. لا ما تخافش يا جدع. خايف من ايه؟ انا خايف الناس بتوع الدلتا يستغيبونا، يقوموا يدوروا على مصدر غيرنا ويشتروا منه. وماله؟ نفتح اسواق جديده يا جدع. الصعيد، احنا ليه مهملين الصعيد كامل؟ الصعيد محتاجنا يا جدع. بس انا معرفش حد في الصعيد ولا اعرف صعيدي. يعني انا اللي اعرف؟ يا عم هي مسلسلات صعيدي اسبوع، تقعد تقر فيها كده شويه تلاقي نفسك بتتكلم صعيدي، انت بس اللي متشائم على طول. انا مش متشائم، ربنا يخليك للغلابه دي احنا بنتعلم منك. بارك الله في الشباب. ربنا يبارك فيكم وفي سواعدكم ويبارك لنا فيكم يا رب. انا كنت عايز امد ايدي معاكم انا والاخ كامل نساعد ونرمي. بس يعني قلنا احسن تفتكروها خدعه ولا حاجه. كنت فين من زمان؟ عشان تمنعوا اللي زي من الحرام، تقطعوا اي ايد تتمد للحرام. استسماح يعني؟ ممكن نسخه من الكليب